عليكم، هلا والله، سهلة بالجميع، يسعد لي صباحكم. صباح خير وتوفيق من رب العالمين. شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين مستصحين. الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. لا تشرهون اليوم على الصوت، شوي تعبانة لكن الحمد لله والشكر. الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. قصتي اليوم كما تدين تدان، وانا اقول من ضمن سالفتنا اللي قبل اللي هي تفريق المجال، راح تفهمون وش اللي أنا أقصده بالضبط مع سرد القصة. أتمنى إن شاء الله إن تعجبكم وتستفيدون منه. تقول صاحبة القصة، يوم كنت صغيرة كنت دائما نفشلهم أمي. تقول كنت شيطانية محسرة بأمي حسر، لا رحت مع لم أحد من أقاربه، من جيرانه، من أقارب أبوي، من صديقاته. تقول انفشلته، دائما أفشله. تقول أول ما كنت صغيرة أضرب البزران الصغيرين اللي بعمري واللي أصغر من واللي أكبر من، بس إنهم مو بعد كبار إنهم يدافعون عن أنفسهم. تقول كنت دائما أصيحهم ويجون كثير ما يشتكون عند أمهاتهم وتصير مشكلة مع أمي. تقول كنت أحسر بحسر طويلة لسان، قليلة أدب، ما عندي احترام لا للصغير ولا للكبير. تقول مرة مرة من فشلته. تقول كل ما كبرت كبرت مشاكلي معي. تقول مرة كل ما كبرت تكبر مشاكلي معي، كل مرة أطلع مع أمي أرجع أنا وياه وأنا مفشلته وأمي ضايق صدره من مرة. تقول كبرت شوي تقريبا بسن المراهقة كذا، تقول صرت أبدأ أحرض أمي على صديقاته على خواته أنهن قالن. تقول بديت أنقل لأمي كلامهم أنهم يقولون كذا وأنهم يقولون كذا. تقول صرت أحب أخرب بين أمي خواته، بين أمي صديقاته. تقول صارت أمي تكره الناس. تقول مرة صارت أمي دائما مشاكلة مع خواته، مع صديقاته، مع أهل زوجه. تقول دائما مشاكلة مع الناس، والسب من سبه أنا لأني قاعدة أحرضه عليهم. هذه قالت عنس، وهذه تقول، وهذه ما أدري وش. تقول لدرجة إني صرت حرضة على أبوي، وإذا زعلت من أمي قامت تعاقبا أو تهاوش علي أروح أحرض أبوي عليها. تقول هذه هي صارت حياتي. تقول كبرت الناس تعاقل وأنا على حالي، أحب أتدخل بين أمي وخواته أو بين أمي وصديقاته أو أي مكان أمي تروح له أروح معه وأسبب له مشكلة، سواء بنقل الكلام، سواء بالتحريض، سواء بأي شيء. تقول حتى طولة لساني إلى حد الآن وأنا طويلة لساني. تقول أمي كل شوي وهي تعاقبا وتهاوش علي وتضربا. تقول حتى ميه بتخلي دعاء ما تدعي علي، دائما تقول عسى تذوقين اللي تذوقين إياه، عسى بنات تسوين بي زي ما تسوين بي. تقول دائما تقول لي هالكلام هذا. تقول يا وصلت حدود العشرين كذا أخطبا ولد عمي، تقول وافقت وتزوجته. تقول الحمد لله ومرتاحة معه أول سنتين وأنا وياه. تقول وحمل وجب بنتين، وجب ولد، وجب بنتين ثانيات. تقول كل مالهن يكبرن وتكبر مشاكلهن معهن. تقول يفشلن عند الناس دايما هوشاتهم مع البزران، ودايما طولة لسانهم وقلة أدبهم. تقول اللي أنا سويته بأمي وأنا صغيرة قاعدة أشوفه قدام عيني بناتي وهن يسوونه لي. تقول نفس الحكاية
ما في جديد، اللي أنا أسويه قاعدة أشوفه قدام عيني. تقول كباراً وكبرت مشاكلهن وكبرت قلة أدبهن واحترامهن لي واحترامهن للناس. تقول صارن بدن يوم كبرن صارن بدن يحرضن بيني وبين خواتي، إلي ما فرقن بيني وبين خواتي، صرت لا أطلع لا أروح لا أجي، كله من مشاكلهم ووجع الراس اللي يجين من وراهن. تقول وأنا كل مرة يسوون لي شيء أقول أستاهل هذا اللي أنا سويته بأمي. تقول كل ما قلوا أدبهم علي أقول أستاهل هذا اللي أنا سويته بأمي. تقول كل ما قلوا أدبهم على الناس أو حرضوا أو قالوا أقول أستاهل أنا اللي سويته بأمي يسوونه بي. تقول مرة أشوف اللي أنا أسويه بأمي يسوابي. تقول والله إني أدعي لبناتي ولدي إن الله يهديهم يفتح على قلوبهم ويسخرهم لي ولا يذوقون اللي أنا ذوقه منهم وذوقته أمي. تقول دائما دائما بصلاتي بجلوسي. تقول تحسفت إني سويت الشيء هذا. تقول نسيت إن الدنيا دوارة، نسيت إن الشيء اللي أنا بسويه بكرة بيسوابي سواء خير أو شر. تقول لكني أدعي الله إن الله يسخر لي بناتي ويسخر لهن ويهديهن ويفتح على قلوبهن، وتطلب من متابعيني إننا ندعي لهم بالهداية. قصة واحدة من المتابعات، وبكذا تنتهي قصتي. أتمنى إن شاء الله إن تعجبكم وتستفيدون منه. استودعتكم الله الذي